أعطى والي ولاية البليدة بالنيابة رابح أي تحسن إشارة انطلاق عمليات تنظيف وتطهير أودية الولاية وبالأخص وادي بن عزة الذي صنفته وزارة الصحة كمصدر لوباء الكوليرا، وهذا بمشاركة دواوين تطهير تابعة ل17 ولاية على غرار ولاية بسكرة شلف تيزي وزو بومرداس والجزائر العاصمة. ميكروفون عادل شوشو. عملية شاركوا فيها 18 ولاية وهم مشكورين على كل الولايات اللي استجابت لطلبنا بالتنسيق مع ديوان الوطني للتطهير لتنظيف كل الأودية على مستوى ولاية البليدة وكل قنوات الصرف الصحي والبلوعات، وهذه العملية سوف تدوم 3 أيام وراح تستمر إذا اقتضى الأمر أكثر، إذا كان الأعمال اللي راهم يقوموا بها تتطلب أكثر. سخرنا لهذه العملية 29 شاحنة هيدروميكانيكية مع 10 شاحنات بها 10 فرق ميكانيكية وأيضا فرقة ميكانيكية التي هي أيضا متواجدة في واد بن عزة، وإن شاء الله المغزى من هذه الحملة هو بث وزرع روح التضامن بين أفراد الديوان الوطني للتطهير. الوباء اللي كان صدر هو كان من السكنات الهشة، السكنات الهشة نطلب باش يكون فيه برنامج استعجال بالنسبه لهذا الولايه فيما يتعلق بالسكن، فيما يتعلق بقضيه المياه، حتى نستطيع ان نقضي على هذه النقاط السوداء ككل.